طيب صباح الخير يا جماعة. تحدثنا المرة الماضية عن مفهوم الموديل إيفاليويشن. حكينا أنه في عندي تقسيمة للبيانات معروفة, أنه أنا بقسم البيانات لترين وتست, تمام. وفي عندي كذلك مبدأ مهم في المشين ليرنينج اللي هو أنه نعمل تونينج للباراميترز, سواء كانت أنا عندي الألغوريثم بيحتاج لبارامتر بعمل له تونينج أو أي شغلة تانية, تمام. في هاي الحالة يفضل أن أنا أقسم البيانات لثلاث تقسيمات حكينا, اللي هو ترين وفاليديشن وتست, تمام. وشفنا كيف ممكن أن احنا نطبق هذا الكلام وحليته اكسرسايز على هذا الموضوع. بدنا نستأنف في الانترودكشن هنا بقينا جزئية بعد ما خصلنا يعني, وحكينا كذلك برضو عن شغلة كتير مهمة اللي هي الاندر فيتنج والاوفر فيتنج. حكينا الاوفر فيتنج انه بكون الموديل كتير مفصل على الداتا سيت, بيكون سبيسيفيك في الداتا سيت يعني انه لهاي, وبيقدرش انه هو يصنف او يتعرف على داتا سيت غير هذه الداتا سيت, فبالتالي بيكون اداؤه جيد لما ابني الموديل, بس لما انزله الخدمة بيكون اداؤه سيء. في المقابل الاندر فيتنج بيكون الجنراليزيشن تبع الموديل انه كتير انه بتعرفش على جميع الانماط تبعت البيانات, تمام. وشفنا مثال الاندر فيتنج والاوفر فيتنج في ديسيجن تري, حكينا انه هنا في الديسيجن تري انه التري لما تكون ديب هذا بيؤدي لانه يكون في عندي اندر فيتنج اوفر فيتنج, ولما تكون التري شالو ضحلة هذا بيؤدي لأنه يكون في عندي أندر فيتنج. وحكينا الكلام هذا إحنا بدنا نشوفه في مودلز تانية كتيرة, يعني في الديسيجن تري بيكون شكله زي هيك, لما يكون التري ديب بيؤدي أنه يكون أوفر فيتنج, لما تكون شالو أندر فيتنج. لكن في المقابل في أنظمة تانية أو في موديلز تانية زي النيورال نتورك الوضع لا مختلف, إنه أنا كيف أكتشف الأندر فيتنج والأوفر فيتنج. على أي حال طريقة الاكتشاف هي إنه أنت تعمل بلوت للبيانات, تمام, بشكل عام. إذا كان في عندك في الـ validation error, إذا كان في عندي أنا نزول في الإيرور بعديها رجع طلع تاني, خلاص إنه بكون أنا دخلت في منطقة الأوفر فيتنج, تمام. طالما أنا نازل بكون أنا في منطقة الأندر فيتنج لغاية لما أصل للنقطة هذه. وإحنا حكينا إنه يفترض إنه أنا أعمل سيرش للمنطقة اللي بيكون فيها أقل إيرور بهذا الشكل, تمام. في النيورال نتورك برضو هعتمد على منحنى زي هيك انه انا اشوف هذا الاشي, هنشوفه في وقته. طيب الان هنا بدنا نشوف هذا الموضوع اللي هو راندوم فورست, هي عبارة عن مجموعة من الديسيجن تري وهي من الانسامبل ميثودز, لانه احنا لما شفناها راندوم فورست لما شفناها في الاسكيلير في الدوكيومنتيشن انه هي وين موجودة راندوم, وين عندي راندوم فورست كلاسيفاير وريجريسور. كلاسيفاير للنومينال, ريجريسور للنيوميريك. لو فتحناها شفنا في اي باكيج موجودة اصلا في الاسكي لارن انسامبل.
والإنسمبل عشان تربط المواضيع مع بعض، احنا هذا الكلام حكيناه في هذا البلوك. في الماشين ليرنينج فور ايفري ون او فور ايفري بادي، حكينا انه التصنيفات انا عندي كلاسيكال ماشين ليرنينج، سوبرفايز وان سوبرفايز. احنا في منطقة السوبرفايز تقريبا غطينا معظم هاي الالجوريثمز، تمام، وهينا دخلنا في هذه المنطقة. هذا النوع الثاني من الماشين ليرنينج تايبس. فبالتالي الانسمبل ميثودز هي فعليا عبارة عن انه نعمل كومباينيشن لاكثر من موديل عشان انه اطلع البريدكشن. فبالتالي واحدة من طرق الكومباينيشن اللي هي الباجينج، تمام. ايش هو مفهوم الباجينج عشان تكون الامور واضحة؟ هذا هو مفهوم الباجينج، انه يكون في عندي داتا سيت، تمام، بروح بعمل ديفرنت سيت من الداتا. طبعا هذا الاشي راندوم. هاي انا عندي داتا سيت انه كانت الترتيب انا عندي بهذا الشكل، لانه في عندي هنا تفاحة، فراولة او مش عارف ايش هي هاي، تمام. وانه طلعت decision tree، وهنا برضو طلعت decision tree تانية، وهنا طلعت decision tree تالتة، تمام. ال decision tree التلاتة بروح بعملهم bagging، بمعنى انه هذه قالت انه هذه التري حكت انه الليبل تفاحة، هذه عنب، هذه عنب، فبالتالي الليبل النهائي بيكون عنب. هذا هو مفهوم الباجينج، ومطبق في الراندوم فورست، مطبق في الراندوم فورست. فهنا لو رجعنا كمان مرة تانية، انه هنا الراندوم فورست اسكيلر انسمبل راندوم فورست، ايش في باراميتر؟ في انا عندي النمبر اوف استيميتورز. النمبر اوف استيميتورز هنا هي حكي لي انه نمبر اوف تريز ان ذا فورست، نمبر اوف تريز ان ذا فورست. باي ديفولت هي محطوطة 10، لو انا ما حطيتش هذا الباراميتر، تمام. والباراميتر هذا حكينا انه حيتغير من الفيرجن الحالية للفيرجن 0.22، حيصير باي ديفولت 100 استيميتر، تمام. وفي انا عندي باراميتر تانية اللي هي الماكس ديبث والماكس فيتشر والماكس ليف نود. وشفنا في اكسرسايز المرة الماضية كيف عملنا تونينج لهذا الباراميتر، وبالمثل احنا ممكن نعمل تونينج لباراميترز تانية. فبالتالي انا وظيفتي كديتا ساينتست انه انا اجيب افضل الباراميترز اللي بتجيب لي اقل ايرور. فهذا الاشي انت بدك تسويه، انه انت تبحث عن الباراميترز هذه. شفنا كيف طريقة انه انت بتعملهم في فور لوب، حكينا المرة الماضية انه انت بتحط فاليوز زي هيك وبتحطهم في فور لوب وبتشوف مين ابسوليوت ايرور، وبتختار اللي بيجيب لك اقل ايرور، تمام. هنشوف لاحقا كيف طريقه انه انا اعمل جريد سيرش في الاسكيلر بحيث انه هو يجيب لي البيست باراميترز. لو كان في عندي اكثر من باراميتر فهو بيجيب كل الكومبينيشنز وبيسوي لي هاي الشغله لوحده. طيب نرجع هنا، هذا الاكسرسايز على الراندوم فورست، هذا اللي حليناه المره الماضيه، صح، عملنا تونينج للباراميتر. هذا الاكسرسايز، اوكي، طيب ماشي. هنا الاكسرسايز هذا اشوف ايش بده، اذا في شغله جديده. هو
بمناسبة Decision Tree نادراً ما يتم استخدامها في حاليا، يعني صار توجه أكثر لاستخدام Random Forest، هي عبارة عن مجموعة من Decision Trees. فهاي هنا إنه مجرد إنه تطبيق للRandom Forest. From SQLR Ensemble Import Random Forest Regressor، وهي الإيرور، عمل فصل للبيانات وإنه هاي يحاول إنه هو يجيب. طبعاً هنا بحاول إنه يقارن Decision Tree اللي احنا كنا نطبقها سابقاً بالRandom Forest، إنه قديش مقدار الإيرور. تمام؟ فهنا في الإكسرسايز هذا المطلوب شو أعمل؟ هذه السيت اب انه انت تستخدم الراندوم فورست. فهو اكسرسايز بسيط، تمام، حلو. الان عشان نروح على الكومبيتيشن، ناخذ اول كومبيتيشن. يعني بسيط الاكسرسايز، يفترض انه ما ياخدش منكم 5 دقائق. يعني هو بحكي لي نفس السابق، بس استبدل بدل الديسيجن تري راندوم فورست. الراندوم فورست ايش الباكج تبعتها؟ SQLR Ensemble Random Forest Regressor، طبعا عشان احنا بنعمل prediction للهاوس برايس. خليك معي يا أستاذ، هذه الشغلة بدي أعطي لك إياها assignment، تجيبها المرة الجاية يوم السبت، تمام؟ وبدي أرتبكم اللي بيجيب أعلى سكور. بدنا ندخل هنا ماشين ليرنينج كومبيتيشن، فبالتالي المنافسة بدها تكون بيناتكم أنتو، مش يعني أنتو لو دخلتوا هنا هاي بورجيكم هنا كيف تعملوا submit للريزلت في الكومبيتيشن. بضل انه انتو ايش تسووا، انه انتو تطبقوا تعملوا انه تطبقوا هاي الشغلات اللي انتو تعلموا، تعملوا باراميتر تونينج، تستخدموا different algorithms عشان انه انتو تجيبوا سكور افضل. هجيت هنا هذا السيت اب، تمام، هنا انشأنا الموديل، هنا عملنا prediction، بس هنا هاي هتلاقوها انه معمولها كومنت عندكم، بس بدكو تعملونها uncomment، انه النتيجة تبعت البريدكشنز تبعتي بدي اكتبها على فايل، بدي اكتبها على فايل بالضبط. فهنا عرفت داتا فريم اللي هو الاوتبوت، تمام، حطيت الاي دي اللي هو التست داتا دوت اي دي، وحطيت عمود ثاني اسمه سيل برايس اللي هو التست بريدس اللي انا جبتها هذا من الموديل تبعي. فهاي البريدكشنز بدنا نكتبها على فايل، كيف نكتبها على فايل؟ ببساطة 2 CSV.
بعطي له اسم الفايل وبقول له هنا اندكس بتساوي false، لانه ما يدخلش الاندكس في السي اس في. الاندكس اللي هو بحطه باي ديفولت في الداتا فريم هنا في الباندا 0 1 2 لاخر عنصر. بعد هيك شو بدي اسوي؟ بدي اعمل سبميت للنتيجه. بعد ما اخلص هذا الكلام بعمل كوميت. بالضبط اقل ايرور. هجيت احنا لسه ما خلصناش، انت كتبت النتيجه على فايل، بعديها كيف بدنا نعمل سبميت في الكومبيتيشن؟ هنا بروح بعد الفيرجن هذه بروح هنا على الاوتبوت، هذا السكشن الاوتبوت اخر حاجه. هاي بطلع لي هنا submit to competition. هذا الزر مش حيكون فعال عندكم لو انتو دخلته الان، مش حيكون عندك فعال. فكيف بدك تفعله؟ بتروح فوق هنا هاي housing price competition for Kaggle learners، تفتحه زي هيك كتاب جديد، وهنا تعمل اكيد في زر جوين او حاجه زي هيك يعني، لانه انا اوريدي عامل جوين لهذه الكومبيتيشن. فبروح هنا انه بالضبط جوين كومبيتيشن، ساعتها برجع هنا بعمل ريفرش وبصير زر السبميت هنا فعال. فهي النتيجه هذه اللي احنا كتبناها اللي هو سبميشن دوت سي اس في، بدنا نعملها سبميشن على ديت على على داتا سيت، او على عفوا على 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 الريفرنس اللي هو اللي هو الواي ترو اللي عنده. هذه الواي بريدكشنز اللي انا عملتها، فهو عنده واي ترو مخبيها عني، فبروح بقيس الايرور وبطلع الايرور انا عندي في الكومبيتيشن. فهنا لو طلعت على الليدر بورد كيف بدك تعمليها في الفايل، في عندك هنا طلعوا اخر اخر جمله هنا في الكود، هذه بتكون معمولها كومنت، اعملها uncomment وبتعملي submit. بس هذا الكلام ما تعملوش submit الان. ايش كنت تسوي؟ بدكوا تطبقوا كل اللي احنا تعلمنا، بدكوا بيناتكم انه انتوا يعني لانه انتوا في عندكم منافسة يعني يعني هنا انه السكور هذا قديش انه جاب سكور زي هيك. طبعا هذه الكومبيتيشن انه لها وقت يعني، تمام؟ فأنا بدي أشوف السكور ترتيبكم هنا بينات بعض، يعني بدناش إنه إحنا نقارن إنه أعلى نتيجة يعني حول العالم. إيش اللي أنتوا بدكم تطبقوا؟ بدكم تطبقوا مفاهيم في الماشين ليرنينج هنا، عدة ألغوريثمز طبعا سوبرفايزد. يعني إحنا شرحنا الكي ان ان، شرحنا نايف بايس، شرحنا السبورت فيكتور ماشين والراندوم والديسيجن تريز والراندوم فورست. يعني هاي عندنا الجوريثم 2 3 4 5 الجوريثمز شرحناها. لو بدي استخدم الجوريثمز تانية برضو ممكن الجأ للدوكيومنتيشن. وين بروح؟ هنا على الصفحة الرئيسية في الدوكيومنتيشن هون، هنا في الكلاسيفيكيشن ممكن افتحه. فينا عندي الجوريثمز ثانيه مثلا زي السبورت فيكتور ماشين، سبورت فيكتور ماشين ممكن يجيب نتائج كويسه. فهنا بروح بطلع كيف استخدام السبورت فيكتور ماشين، هاي مثال بالكود، تمام؟ هاي supervised learning. ايش في هنا عندي algorithms؟ في عندي algorithms كتيرة، يعني هاي support vector machine، في kernels كتيرة، في عندي stochastic gradient descent، هذه برضو ممكن تجيب نتائج كويسة. nearest neighbor حكينا عنها، Gaussian process، naive bias اللي هو Gaussian process، decision tree حكينا عنها، ensemble method منها الراندوم فورست، تمام؟
يعني تقريبا اشهر الالجوريثمز احنا اخذنا هذا على مستوى الالجوريثمز. يبقى هنا بدي اسجل ملاحظة انه هنا في الكومبيتيشن هنا في الالجوريثم في الكومبيتيشن ايش كنت جربوا؟ كنت جربوا different algorithms بعدين تعملوا parameter tuning من هدول الالجوريثمز الخمسة تشوفوا مين افضل واحد هلقيت الافضل بصير بعمل له تونينج للباراميتر تمام. طريقه التونينج للباراميتر حليناها في اكسرسايز سابقه انه انا اوجد البيست باراميتر. وطبعا هنا عشان انه الموديل تبعي انه انا اشوفه كويس لا انه انا بدي اعمل سبليت للديتا انتو ترين اند تيست فبالتالي لازم اقسم البيانات تبعتي اجرب عدة الالجوريثمز من عدة الالجوريثمز يعني بشوف افضل اثنين مثلا بروح بعمل باراميتر تونينج ل تو بيست او البيست تو الالجوريثمز بعد ما احدد افضل واحد خلص بسلم الموديل باستخدام هذا الموديل بحدد واحد تمام بروح بسوي نفس الخطوة هذه اللي هو عاملها هنا هذه الخطوة انه راح عمل موديل من الفول ديتا. هذا الكلام برجع بكرره مرة تانية انه انا بعد ما احدد ايش هو البيست موديل والبيست باراميتر بدي استغل كل سجل انا عندي في البيانات فبروح بعمل موديل من الفول داتا سيت تمام. وبعديها بعمل ترين على الفول داتا سيت وهو اللي بستخدمه انه اسلم فيه النتائج تمام. فبعد ما احدد افضل الالجوريثم بعمل ترين على الهول داتا مره ثانيه وبرجع بسلم النتائج فيه تمام. هذا يوم السبت ان شاء الله بدي اشوف بدي اطلع السكورز ونشوف ونرتبكم حسب السكورز تمام. الموضوع سهل جدا بس مجرد انه انت الشغلات اللي تعلمتها انه انت ترجع تطبقها تاني تمام. تفصل البيانات بتجرب different algorithms تعمل parameter tuning وتسلم النتائج. الشخص الوحيد اللي ممكن يمنعك انه انت تسلم نتائج كويسة هو انت. انت اذا بدك بتسلم اشي كويس اذا ما بتكاش ما بتسلمش اشي كويس. سلمت اي كلام وخلاص معنى ذلك انه انت بتحط حالك على المحك تمام. تحط على حالك علامة استفهام انه انت فعلا عندك الرغبة او ما عندكش الرغبة حابب انه انت تشتغل في هذا المجال او مش حابب تشتغل في هذا المجال تمام. كيف هاي اخر واحدة بالاكسرسايز في الانترودكشن اكسرسايز 12 الخطوات هي مسجلة في الفيديو. بعد ما انا اعمل كوميت تمام ساعتها بعمل سبميت للريزلت. السبميت مش هتكون ظاهرة عندي الا لما اعمل جوين. كيف بدي اعمل جوين؟ بروح فوق هنا على هاي اللينك هنا موجود بعمل جوين للكومبيتيشن طبعا احنا بنستخدم نظام نوت بوك وهذا كذلك حيدخل في التقييم في تحديد من هو الافضل.
نوت بوك بتكتب ملاحظات وبتكتب كود، بتكتب ملاحظ بده يكون الاشي تبعك مرتب، بدك تكتب انه هنا احنا بنحدد مين افضل الجورثم، تعمل فور لوب بتحدد مين هو افضل الجورثم، بعدها بتكتب ملاحظة تانية انه احنا بنعمل باراميتر تونينج، بختار الباراميتر الفلاني حددنا ايش البست، باراميتر التاني حددنا ايش هو البست وهكذا. تمام؟ تقدر انه تضيف سيل زي ما انت عاوز. طيب هيك بنكون خلصنا الانترودكشن للماشين ليرنينج، وبدنا نروح وين؟ باتجاه الداتا فيجواليزيشن. طبعا هذا الانترودكشن بس مجرد انه تسخين هيك، يعني لازم انه احنا نقضي وقت اطول مع البيانات عشان انه انا اعرف كيف بدي اتعامل معها. فخلينا نبدا هنا في الفيجواليزيشن. هاي بتروح على الانترودكشن، في الانترودكشن اكسرسايز 12 اخر واحدة تحت. هاي بعد ما تفتح هنا زي هيك بعد ما تعمل كوميت بيظهر لك، يعني هاي هذا كوميت زي هيك هنا، تفتح النسخة هذه بيصير ظاهر هاي الرابط هنا House Pricing Competition. تمام. طيب بدنا نبدأ في الـ Visualization وحنشوف ايش هو هدف الـ Visualization. طبعا انا تجيني بيانات من دومينز مختلفة، مرت علي بيانات في دومينز انا ماليش علاقة فيها بالمرة او عنديش ادنى فكرة عليها، وبدي استكشف هاي البيانات اتعرف عليها اكتر، فبالتالي انه بستخدم الفيجواليزيشن. حنستخدم باكج اسمها سيبور في البايثون، في فيجواليزيشن في الباندا لما نصله برضو حنرجع له. فهاي الدوكيومنتيشن تبعها، الدوكيومنتيشن تبعها كتير رائع. فانا عندي تشارتس مختلفة هنا، فممكن افتح هذا وسكتر على سبيل المثال، هاي سكتر وهاي الكود ان انا كيف اسوي هذا الكلام. طبعا هذا بلوت للايرس داتا سيت، سكتر بلوت بيطلع لي ماتريكس. تمام، بعطي له الداتا سيت الايرس وبعمل بير بلوت، وهنا بعمل هيو تلوين للسبيشيز اللي هو الكلاس ليبل. تمام، فهاي جاليري ممكن انا اشوف انواع مختلفه، في عندي الهيت ماب، هنشوفهم هذول الشغلات كلهم. بدنا نرجع للدوكيومنتيشن، هجيت للتشيت شيت عندي في سيبور موجود هنا الرابط تبعه، لو رحت على السكشن المتعلق بالديتا فيجواليزيشن في عندي هذا البروجكت اللي هو داتا فيجواليزيشن بروجكت، هفتح لكم اياه، وفي عندي هنا هايو رابط للتشيت شيت تبع السيبور، عبارة عن PDF بوستر. فهنا الشغلات اللي لازم مفروض اعملها import، لازم اعمل import حنتعامل مع الباكج سيبورن as SNS، هذا الكلام زي الاسكيلر، زي عفوا الباندا، import باندا as BD، وهذا import سيبورن as SNS. والماتبلوت حنستخدمه انه احنا نظهر البلوت as blt، طبعا هذا الامبورت. فهنا بحمل داتا سيت معينه، بحط الستايل، وفي هنا الام بلوت، فانا عندي انواع مختلفه من البلوت هنشوفها الان. فبالتالي هنا التشيت شيت هذا ممكن ان انا ارجع له اشوف
في عندي regression plot, distribution plot, matrix plot. نعم بورجيني كيف انه انا استخدم. فاحنا دائما حكينا انه احنا بنحفظش اكواد, بفتح له تشيت شيت كيف ممكن اسوي الشغله هذه. هاي البارامترز تبعتها بحطها زي هيك. تمام, خلينا نبدا في اول اكسرسايز هنا. في عندي انواع مختلفة من البلوت. هذا بورجيني انه البيانات انا عندي سياسي, هذا كله. فهنا انا عندي بيانات للفيفا. تمام, بس هنا بنلاحظ انه انا دائما انه البيانات اللي فيها ديت بيحط باراميتر اضافي في الريد. سابقا كنا نعمل ريد سي اس في, نعطيله الباث وخلاص. بس هنا ايش اديته؟ اديته الكولوم اندكس هو عبارة عن ديت, والبارس ديت بتساوي ترو. هذه شغلة كتير مهمة في البان. لو انا في عندي حجزات اوتيلات, حجزات طيران, اي شغلة فيها ديت تايم ستامب, تطلب من الباندا انه يتعرف على الديت, فبتقول له بارس ديت بتساوي ترو. طبعا الداتا سيت هذه ايش هي؟ عبارة عن الفيفا, انه قديش مقدار تسجيل الاهداف لكل فريق. فعندي هنا بعد ما حملنا البيانات هنا هاي الهيب تبعها. هنا انا عندي الديت, طبعا هذا التاريخ 8/8/93, ارجنتينا سجلت 5 اهداف, بي ار اي اعتقد بوروغواي او مش عارف شو هي الكانتري هاي, سجلت 8, اسبانيا 13, فرنسا 12, المانيا هدف واحد, وهكذا. فبالتالي انت عندك التاريخ وكل بلد قديش سجلت اهداف. 5 بلدان, ايطالي. طب اقول الكورة, هذا البلد ايش هو؟ بوروغواي؟ البريش؟ برازيل مش بوروغواي, برازيل. نعم كنت تورطت وراك يعني هيك. تمام, نيجي نعمل بلوت للديتا. طبعا هذا السيت اب في الاول ايش بدي اعمل؟ امبورت, هيو امبورت باندا اس بي دي مات بلوت بي ال تي. طبعا هاي الشغلة السطر هذا لازم بنضيفه عادة في النوت بوكس, سواء تكون بتشتغل على الجوبيتر او على الكلاود كولاب او الكاجل, بحيث انه يظهر لك البلوت ان لاين على النوت بوك يعني. تمام, امبورت سي بون از اسانياس اسانس, هذا كله. هيك خلصنا السيت اب. بعديها بدنا نعمل بلوت. كيف بدنا نعمل بلوت؟ هي البيانات حملناها. البيانات لما حملناها شو سوينا؟ عملنا حددنا الاندكس كولوم, تمام, وحددنا بارس ديت بتساوي ترو. بعديها بدنا نعمل بلوت. البلوت هنا PLT dot figure, هنا ايش بدي له؟ figure size. ممكن اخليه يعني احط هاي انه كديفولت انه بيعطي لي اياه على شكل مربع, مش عارف ابعاده قديش, يمكن 3x3 او 4x4, لكن انا بديش اياه مربع, بدي اياه مستطيل. فحطيته 16x6. تمام, وبعديها بدي اعمل line plot للبيانات. ايش بحكي؟ SNS دوت لاين بلوت, هاي اول نوع من البلوت للبيانات. SNS لاين بلوت, بعطي له الداتا بتساوي فيفا داتا, فبروح برسم لي كل العناصر في الفيفا داتا. فهاي لو شفتها زي هيك, هاي عندي الكونتري كود هنا وهي السنوات. طبعا هذا الكلام بيطلع لما انا اعمل باس للديت بتساوي ترو.
يعني أنا عندي البيانات لما شفناها في الهيد هنا كان تاريخ اللي هو فيه يوم وشهر، فهنا بروح أنه بحدد أنه في السنوات زي هيك أنه بحط لي تمام. وخلال السنوات هذه من زيرو لغاية هذا الرقم في أنه عندي 12 شهر، عفوا 356 هنا وهنا 356، فبالتالي هنا اللاين بلوت بيحدد لي أنه من الكونتري اللي بتسجل أهداف طوال الوقت، فبقدر أنه يبين معايا أنه إيش أفضل البلدان. طبعا في فترة من 96 ل 98 واضح أنه أفضل بلد هي أرجنتينا تمام، وبعديها في فترة من 2004 ل 2008 من هذه البلد ألمانيا، وبعديها من فترة 2008 ل 2012 واضح جدا انه هذه البلد اللي هي فرنسا، فعلا انه هي سجلت اكثر اهداف. فرنسا برضو كذلك الفترة ما قبل 96 في عندها اهداف كويسة، الا اذا كانت ايطالي، اذا كان اللون هذا مش كتير انه مش قادر اميزه هذا اللون مع هذا اللون. هذا فرنسا برضو؟ فرنسا نعم. سيبور نعم، ممكن استبدل عرض الايمج هذا الانتراكتيف ايمج من جافا سكريبت لانه ويب خلايا يرجع لي الداتا اري او جيسون ارميها للبراوزر وممكن يشتغل. ماشي بس هذا انت بتفكر ويب، انت جاي من مدرسة الويب ابليكيشنز، لكن احنا هنا بايثون بنستخدم نوت بوكس، وما دام هذا الاشي كله في البايثون ليش انه انا افكر جافا سكريبت لا 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 مش الفكره انه اشتغل جافا سكريبت، انا بدي اطلع الداتا هذه للانتراكتيف بدك تعمل زي داشبورد او حاجه زي بالضبط، وممكن هذا وارد جدا ممكن ممكن. فهل في عندك في الريندر هذا اللي نعطيه فيريبل نعطيه خاصيه رجعني يهدا بس صفت لي يهدا كبلوت يعني اعطيه اياها جيسون اعطيني اياها اري ما بديش اياها صوره جيسون اعتقد لا، لانه يعني الهدف تبع سيبورن هنا انه نعمل فيجواليزيشن بهاي الكيفيه، بس في اكيد في عندك مكتبات تانية انه البلوت هذا انه ممكن انه انت تصدره بفورمات معينه بحيث انه تبديل ولا جافا سكريبت يعمل له ريندر يعني، بس هذا الريندر بدل ما انت تصدره وتعمله جافا سكريبت ممكن انه تستخدم ويب كونتينر بايثون فلاسك او جانجو بدل ما تلف اللفة هذه كلها، فبالتالي الداشبورد تبعتك كلها بتكون بايثون لأنه هي مستخدمة في تحليل البيانات ومستخدمة في الداتا ساينس وبتقدر تستخدمها على الويب. بدون تحويل لجيسون، بدون تحويل لجيسون يعني هذه ممكن أصدرها بي ان جي تمام، ولو بعرضها بعملها ريندر ببعتها لتم اتش تي ام ال تمبليت بعملها ريندر. الهدف مش انه انا اعيد رسمها، هدف انها تكون تفاعلية يمشي الماوس عليها يجيب الروك. ممكن انه انت تعملها زي هيك، وفي كمان شغله في سيرفرات يعني حتى لما تنعمش او يكون موقف عليها مكتبات الرسم جي بي اي او يكون معيد شوية. لا في لينكس كتير مكتبات كويسة في اللعبة. انا اشتغلت على سيرفرات كأدمنستريت يعني انا مش ادمنستريت، ولكن توصل لنقطة ومنش عمل الويب أو عند اليوزر أو عند الكلاينت الريندر هذا، عشان لما يكون في عندك مئات الآلاف من الريندرز لإيمج زي كده، فأنت بترمي هذا الحمل كله الريندر تبع الإيمج، لأنه فعليا الجي دي بتاخذ ريسورسز كثير من السيرفر صحيح أو مكتبات الصور، فبني على اليوزر خلاص أنت تعمل راحتك أو نعم في دي في جي اس هذا اشهر يعني بتشتغل باك اند وممكن تحولها فرونت اند بالنوت جي اس، يعني انه بتشتغل على الباك اند عفوا وعند الكلاينت مش فرونت اند، عند الكلاينت انه او تخلي الشغله هذه كلها عند السيرفر.
طيب احنا بدناش نتشتت في الموضوع اكثر، بس بدي اركز على نقطه انه الهدف. لو انا اجيت سالت سؤال هنا، مين اكثر دوله سجلت اهداف وانا عندي بيانات بهذا الشكل؟ عندك 8 8 93 23 9 93 22 10. مستحيل، لكن بالفيجواليزيشن نقدر نجاوب على هذا السؤال. زي ما شفنا قبل شوية كان واضح جدا، قدرت ان انا استخلص انه خلال الفترة هاي كانت هذه البلد انه وضعها كويس في تسجيل الاهداف، بعديها الفترة هذه من كذا لكذا انه كانت البلد هذه وبعديها. فبالتالي هنا بعد ما ناخد كل انواع البلوتس حنشوف لايش انا ممكن استخدمها. انه يعني هذا الكلام انه احكي بشكل سريع الان وبعديها حرجع احكي الخص هذا الكلام، لانه الهدف من الفيجواليزيشن ان انا اكتشف ترند معين، هذه من ضمن الترند تمام، او اكتشف علاقه بين تو اتريبيوتس تمام. فبالتالي هنا السؤال هذا بيندرج تحت الترند، مين اكثر دوله بتسجل اهداف في كاس العالم؟ بلوت بيحدد لي والله خلال الفترة الفلانية البلد الفلاني، واضح جدا من البلوت. خلال فترة معينة من إلى البلد الفلاني، هذا بنسميه ترند. أما العلاقة بين الأتريبيوتس فبقدر أقول إنه والله لما بيزيد كذا بيزيد كذا، أو تكون العلاقة عكسية، لما بيزيد كذا بقل كذا. حنشوف حيبين معنا في الأمثلة كمان. لا، هذا ترند، العلاقة في بلوك تاني، بلوك تاني تمام؟ مش السياسة؟ لا، مثلا دولتين مستوى الإنسان استفاعهم يطلع مع بعض أو يرجع مع بعض، ممكن ممكن هنا أنه أنت تقول له أنه هاي البيانات تمام؟ أقول له أنه يعني حتكون أنت عندك السطر زي هيك، بديش لكل البلدان، حيصير لهدول PRA طبعا بين كوتيشن PRA و أرجنتينا ARG تمام. فبالتالي انه بركز على هدول تو كانتريز وبشوفهم انه هم بيطلعوا مع بعض ولا بينزلوا مع بعض، ولا لما بتطلع دولة معينة. يعني إذا طلعت أهداف البرازيل بتقل أهداف أرجنتينا، فبيبين كيف يعني. طيب بعديها بدنا نروح هنا على أول إكسرسايز، تمام، بدنا نحله مع بعض تمام. بدك تقرأ المطلوب، في المطلوب هنا الموضوع يا جماعة مش موضوع انسخ كود وحط لي اياه، لا انسخ كود وحط لي اياه، لا بدي اياك انه انت تقرا الاكسرسايز بشكل جيد، بسألك اسئلة، حاول من الفيجواليزيشن تجاوب على هاي الاسئلة. هذا هو شغل الداتا ساينس، مش انه مجرد انه اكواد باخذها من التشيت وبحطها هنا. ابدأوا في حل الاكسرسايز وانا هيني ححله معكم. هاي خلصنا السيت اب، هنا بورجيني انه في الاماكن هذه المفروض انه انا احط الكود تبعي. برضو على نفس البيانات بدي اقرا الفيفا، اندكس كولوم هو الديت والبارس ديت بتساوي ترو.
نستكشف هاي ديسكرايب للداتا. نعم كيف؟ صحيح بس انه تطبيق لإله بس نعم ممكن تتغير في البراميترز هنا تغير في البلوت سايز يعني هذا الكلام انه انا انسخه زي هيك اعمل بلوت خاص فيها انه ككودينج اكسرسايز انه تشوف هاي كود شو بدي اعمل هنا هنا بدي اكبره اكثر 18 او 20 في 6 وهنا بدي اعمل بلوت للتو كانتريز اللي هم اي ار جي و بي ار اي هو صحيح هيك بتكون الرسمة أوضح بين two countries إنه قديش الفرق بيناتهم إنه هنا أرجنتينا دائما متفوقة طوال الوقت لغاية 2013 بعدها تفوقت البرازيل حسب البلوت هذا ممكن نجرب كانتريز تانية الفترة الذهبية تبعت الأرجنتين بين 96 والألفين طبعا هاي الشغلة بنسميها في البيانات انه انا في عندي سبايك ايش السبايك؟ انه في انا عندي قفزة في البيانات من يعني قفزة فجائية انه كانت انه في سنة مثلا 97 انه كانت انه هاي عدد الاهداف في 98 انه في قفزة كتيرة كذلك السبايك كتير مهم انه انا اشوفها كترند انه انا عندي كترند انه في سبايكس في مناطق معينة عليكم السلام يعني انت بتسأل انه هنا خلال هذه انه انا بدي اعمل بلوت لفاليو معينة او شغلة زي هيك هنا في الدوكيومنتيشن في السيبور وهنا بدي ابحث عن اللاين بلوت نعم هاي هادي sns.lineplot فهنا في اللاين بلوت بشوف ايش في باراميترز ايش شغلات ممكن انه seaborn.lineplot شو بتاخد هاي الباراميترز هدول كلهم ممكن تاخد الاكس والواي والهيو والسايز والستايل في عندي باراميتر اعتقد انه داتا اللي احنا بنستخدمه الان داتا هاي احنا بنستخدم هذا الباراميتر فقط تمام ممكن ابديله الاكس وممكن ابديله الواي ممكن اديله ماركرز حاجات هاي الشغلات انه كمثال عليها في تحت في الاكواد هنا ايش مستخدم مستخدم الاكس والواي حدد له شكل اللاين بلوت زي هيك وحدد مساحة معينة للرسم لانه هو مطبق ستايل معين نعم حاجات هنا حط هيو
انه تلوين انه شو نوع الايفنت. هنا ضاف تفاصيل تانية انه ستايل، ضاف الستايل هنا حط انه تكون داشز انه كنقاط فعليا، فبيجيب لي النقاط انه حسب زي ما انا بدي بالضبط، اللي هو الداشز بتساوي فولس والماركرز بتساوي ترو. تمام، فبدائما برجع للدوكيومنتيشن اشوف الشغلة اللي انا بدي اياها انه تعرضها او لا، موجودة او لا من ضمن البراميترز. شو بوينت بلوت تعملها كبراميتر، كبراميتر ولا دالة؟ دالة. يعني حقول لك انا هرجع على الدوكيومنتيشن، هاي بوينت show point estimates and confidence interval using scatter plot. هي اقرب للسكتر، احنا حناخد سكتر. تمام، هي اقرب للسكتر، بس هنا يبدو انه بيظهر لي اياهم ك estimates و confidence. ايش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام لاحظ انه البلوت هذا اللي احنا رسمينه continuous، صح؟ هل فعلا انه في كل الايام انه هنا في اهداف؟ لا، في ايام ما فيش فيها مباريات، فبالتالي انت ممكن انه البوينتس هذه انه تكون يعني لما رسمها هنا بشكل بس على بالضبط انه هاي انت عندك نقطة هيك ونقطة هيك. تمام، فهذه انه بالضبط انه انت ممكن تحط نقطة في النص زي هيك وانه تعملها استيميشن لللاين، فهو فعليا بوصل بين نقاط. بدك التوصيل يكون سموث ولا انه توصيل كنقاط، انه هي تكون كديسكريت؟ اذا كانت سموث بتظهرها ككونتينيوس. او اللاين استيميت هنا اعتقد انه على سبيل المثال انه لو كانت الفاليو هذه هنا زي هيك انه هو بيدخن بعد الغداء، تمام، لو احنا كانت القيمه انه 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 انا مثلا عندي 17 شخص او خمس يعني 16 شخص او هاي النقطه 17، طب لو كانت النقطه اكثر شويه قديش بتكون انه الفاليو هنا؟ فبعملها استيميت او زي بروجكشن او حاجه زي هيك يعني. هذه في الدوكيومنتيشن انه بحكي لي انه متى بتكون يوسفول هاي. و بوينت بلوت مور يوسفول ذان بار بلوتس فور فوكسينج اون كومباريزون بتوين ديفرنت فاليوز، وعم بقارن بين عدد قيم، هذه بتساعدني اكثر في المقارنه. نعم، وين السؤال؟ ثواني بس خلينا نعمل هنا البوينت. نحدد هنا بين نقطتين وعمل لي اياهم، يعني انت عشان عندك عدة نقاط عدة بلدان، فهو راح عمل انه كبوينت بلوت حقيقة. اوكي، البوينت بلوت ممكن تطلع لك البيانات هذه رسمه، بس هل هي مينينغفول؟ مش بالضروره يعني، فعشان هيك انت بدك تختار البلوت المناسب. فهنا بخصوص السؤال وينه؟ طيب as an example consider this question. بالضبط، احنا بدنا نقرا الاسئله. Considering only the years represented in the dataset, which country spent at least
عليكم السلام ورحمة الله. ثلاثة جنيهات. يسلم عليك. بس هدول بضلوا هنا يعني. خليني سبت ما حدش أسمع. خلاص ما بعرف إنه هاي الشكل بيجي بشكل هذا هاي الشكل. هلا بقدر أعمل برنامج يقرأ بهن على هاي الكلمة كثيرة. ودخلت له هذا اللي بيسويها الأكبر هذا اللي بيسويها. بعدين أصير أدخل له الإشارة. ممكن انه ممكن في انت عندك عدة شغلات يا اما ما دام البيانات هذه ثابته بتعمل البلوت تبعك وبتصدريه كبي ان جي او كاي فورمات انه كصوره او بتعمل سمري للبيانات انه بتحددي نقاط معينه وقديش الفاليوز فيها وبتعمل بلوت للبيانات المختصره مش بلوت للبيانات الكبيره زي هيك. فانا هنا على سبيل المثال انا عندي هاي نقطة نقطتين ثلاثة اربعة ست نقاط بحط الفاليو بيناتها وخلاص انه زي هيك. نرجع للسؤال. السؤال ايش بسأل هنا؟ As an example, consider the question, considering only the years represented in the data set, which country spent at least five consecutive years in the first rank spot. اي بلد من هذول البلدان ظلتها خمس سنوات على الأقل هي التوب، هي اللي بتحقق أكثر أهداف. نيجي على سبيل المثال أعتقد هذه المنطقة هنا، هذه لو حكينا إنه 2010 لغاية 2013 هذه الثلاث سنوات. طب نيجي نشوف الفترة هذه اللي هي من 2013 ل 2000 الموف هذه من 2004 لغاية 2000 لا هذه قبل هذه 2008 2007 طب ماشي في قبل في مرتبة من 2003 2003 يعني هاي اي لون هو المود نفسه بعد 2000 بعد 2000 هذا من 2003 هاي 2003 هذا لحد 2007 لا هذه هذه اعلى لا نعم هو المشكله انه في الدوله في البوتوم ولا في التوب كان طالب لا فيرست رانك هذا سؤال فيرست رانك اه اه طيب اوكي خلينا نشوف الهند كمان نحدد التوب بنشوف اللي تحتيهم مستثنيهم فبالتالي الكانتري هذه بتكون التوب منطقي بس
طيب انا هجيب بدي اختار التوب ستودنت تمام، بدل ما اضلني انا اطلع على يعني بدي اختار التوب 5 مثلا، بدل ما اضلني اطلع على كل ستودنتس تمام، فبروح انه بحط ثريشولد والله الستودنت اللي اقل من كذا بروح بس في الباتون تحت تحت هذا الحد بديش اطلع عليهم. وهنا نفس المبدا، فبروح بقول انه الكانتريز اللي بتكون اللي بتصل للقاع في فترات معينه هدول خلص، ما عشان الفيجواليزيشن انه صعب ان انا اطلع عليه الا اذا وسعته كتير زي هيك، فهدول اللي انا بستثنيهم. يعني نرجع للتشارت هنا، انه ليش هو عامل زي هيك؟ وين التشارت؟ هذا لاين بلوت، فهنا بدي افتحه في صفحة جديدة. هاجيت هذه الكونتري اللي هنا تمام؟ حكيت انه مثلا بدي اطلع على بلوت معين، هو لو وصل في المناطق هنا اللي تحت خلال فتره معينه خلاص بستثنيه. يعني انا بدي اروح في الفتره هذه، بدي ابدا من سنه 93، هاي اول خمس سنوات من 93 لغايه 98 تمام. بشوف الكونتريز اللي موجوده تحت هنا خلاص بستثنيها، بصير بطلع على اللي فوق. هاي الفكره. هو هذا السوليوشن انت بتقصدي في السوليوشن. The only country meets this criterion is Brazil, maintains the highest ranking 96 ل 2000. Other countries do not spend time in the number one spot, but Brazil is the only country maintain. في البلوت مش ظاهر انه هي البرازيل؟ لا هو الكريتيريون زي اللي اعطتني ان الدوله الاخرى البوتون 50 طب هو عكس السؤال. لا يبقى النقطة الأولى أنت ما فهمت، ما فهمتي يعني مني شو. حكيت أنا بدي أجيب لك سؤال، والسؤال إنه الهند تبعه بيكون عكس الجواب، فأنت بتروحي بتجيبي السؤال، بتجيبي إيش هو الجواب المطلوب. كيف؟ للهند نعم. طيب حكيت هنا ليش حكى انه بدي ادور على ال هنا بحكي which lines. هذا بالهند ماشي، بس السؤال بيقول انه مش من هي الكونتري اللي ضلتها خمس سنوات في الفيرست رانك، كيف اجيبها؟ بجيب اللاينز اللي موجوده في الباتون بستثنيها، بتضل اللاين اللي بيكون موجود في التوب تمام. بس بسيطة لسه ما وصلتش. هي اصلا ما بتطلع برازيل، كلامها بس ما بتطلع برازيل. هو جواب انه برازيل على كلام كذا ما بتطلع برازيل. ليش؟ انا سألتك قلت لك انه هنا في البلوت انه البرازيل، هل هي من برازيل هذا اللون البرتقالي؟ استنى نشوف الفترة، بدي الفترة 96 ل 2000. وين البرازيل؟ البرازيل هذا اللون البرتقالي. نعم حكيت لو احنا بدينا فعلا من 96 وانه كانت هذه هي البرازيل الخط المتقطع اللي هذا
مظبوط، فهمت ايش المشكلة. البرازيل؟ البرازيل ما رحاش اخذ كاس العالم؟ من 2010 ل 2017 فرنسا، يعني هيك الفرنسا. طيب هذه البرازيل سجلت اقل عدد اهداف. ممكن بشكل سيء سجل كل المباريات، مش هتسجل مباريات اللي بتنصح هو بديت مع رقم الأهداف. إيش المباراة اللي تعرفنا فيها في التمرين؟ تجيب يعني الليجند إنه هذا شو اسمه إنه ممكن، لا ما أعتقدش إنه يكون في خلل. بتكون المشكلة إنه هنا في هذا في هذا الحل. نعم. طبعاً. أي بلوت يعني بيّن لك رنج الأهداف بس أكثر دولة جابت الأهداف. ما هي الداتا ست أصلاً هي فيها مجموعة الأهداف. أنت لو طلعت على الداتا ست هنا هاي الديسكرايب تبعها اليوم هذا مثلاً 23-9 الأرجنتين جاب 12 قدر ايش يعني نمبر 1 سبوت؟ كيف؟ المستوى الأول في الشارت. انه اللي بتجيب عدد اهداف ايش يا مشجعين الكوره ايش النمبر 1 سبوت هاي ويكيبيديا هذا اسم البوم مش معناه ترتيب رقم 1 طيب جيت هنا في البلوت ممكن يا باشمهندس اللي حافظت على نفس المعدل لا رقم 1 انا قلت لك يمكن الهنا ده على المعلم مالو رقم 1 ترتيب كانت البرازيل على 5 سنين 1 او ترتيب فرنسا هي يعني العكس هيك منطقي شو مش سامع افتي سبوت لخمس احتفظت في النقطة تبعتها لخمس سنين ورا بعض هاي المقصد منها فعليا ماشي بس اللي حافظ على نفس المستوى لمدة خمس سنين ماشي ضلت في خمس سنين ورا بعض لا هي اللي بتحكي انه هذا عبارة عن الرانك هنا المرتب الاول المرتب الخامس كيف نجيب المرتب الاول هو عبارة عن يعني انه بتحدد حسب عدد الاهداف زي هيك مش مكتوب في ايش الاعداد هاي بتدل على ايش بس ممكن نسيبها بتدل على ترتيب الشوط ترتيب صحيح صحيح
صحيح، هذا كلام، هذا كلام مزبوط. هنا لو احنا طلعنا هذا الارقام اللي هنا، الارقام اللي هنا مش عدد الاهداف، انا حكيت عدد الاهداف هي من الاول بس هي ترتيبها. يعني هنا في 8-8-93 هي حصلت المرتبة الخامسة بين كل المباريات اللي، فهنا انه نشوف انه طبيعة البيانات هنا وللفيفا داتا سيت هنا بنشوفه من الاول، هنا من اول واحدة هنا بيكون مكتوب رانكينج مش عدد الأهداف. نعم، فالرانكينج ترتيبها بالضبط، هذا كلام صحيح. فبالتالي الهنت والسوليوشن منطقي كونسيستنت. فهنا انه مين يعني ايش الهنت، انه انا بدي اطلع على البلدان انه في البوتوم لاين، ايش هي البلدان في البوتوم لاينز. وهنا حسب الرسمة انه واضح جدا إن البرازيل من 96 معايا في البوتوم لاين بشكل متواصل. نعم. فهذا هو الرانك. مش. فهاي شغلة مهمة. أنا وقعت في التراب إنه الفيفا هنا أنا افترضت إنه مش الرانكينج اللي هو عدد الأهداف، لكن هي بالفعل هي الرانك، فبالتالي إنه بطلع الإشي كونسيستنت يعني. أنا يعني مست. لا إن شاء الله فوتتها. طيب هيك هم خمس بلدان. نعم. طيب نروح هنا ل الاكسرسايز اللي بعده او للدرس اللي بعده، نشوف كيف ممكن نعمل اللاين حقيقة. احنا بدنا نشوف داتا سيت مختلفة برضو فيها الديت. من وين جاية؟ من جاية من سبوتيفاي، هي عبارة عن ميوزك ستريمينج سيرفيس من 2017-2018. الداتا سيت هذه بتركز على اكتر خمس اغاني معروفة في هاي الفترة، شيب اوف يو، ديسباسيتو، Something Just Like This، Humble، Unforgettable. بس ديسباسيتو. Something Just Like This. كم واحدة بتعرفوا من هذول؟ بس واحدة؟ تنتين؟ ولا واحدة؟ طيب. هاجيت بنحمل الداتا سيت هاي الباث ماندا فريم، نرجع بنركز مره ثانيه انه الاندكس كولوم ديت والبارس ديت بتساوي ترو. طيب طبعا هنا الرقم اللي موجود هنا هو عباره عن عدد الستريمز، يعني قديش يعني انه سمعناها مره. نشوف البيانات، يعني في 6/1/2017 شيب فيو هذا الرقم،
قديش؟ هاي ثلاثة، هاي كمان ثلاثة، 12 مليون مرة. نعم بتكون هاي مش ريليست لسه ولا مرة. عشان هيك لو عملنا شفت التيل بتلاقي انه انت في عندك ارقام في الديسباسيتو والباقي. الان برضو نفس الفكرة، لاين بلوت بس على بيانات مختلفة. هنا سبوتيفاي ديتا اعطينا، وهي ايش بتلاحظ؟ مين بستريمت اكتر حاجة؟ ديسباسيتو. فيها سبايك ولا لا؟ فيها سبايك. بعدين شيب اوف يو، تمام؟ ايش بتلاحظ في الترند؟ بيطلعوا من زي كل الاغاني، زي كل الاغاني بتيجي بتطلع بتنشهر بتصير لها ستريمينج كتير وبعديها خلاص بتنتسى يعني كله. عندنا اغاني مكدسه يعني خلاص يعني تنضاف ل مزابل الاغاني المكدسه اللي موجوده في يعني شايف كله وين بتجه. هنا في المنطقه انا بقرا بيانات، تمام. فالترند فيها واضح جدا انه الاغاني مصيرها في النهاية تنتسى. في سبايك، اغلبها في سبايك، في منها فيها سبايك واضحة جدا وفي منها انه متدرجة. اللي فيها سبايك واضحة اكيد تأثيرها وصلكم وسمعتوا عنه اللي هو الديسباسيتو، تمام. فهذا هو انه انت يعني برضو هذه الداتا سيت احنا بنشوف فيها الترند. فانا فهمت الترند تبع الداتا سيت. بدي اياك تفكر في الموضوع انه بدي اياك تعتبر انه الداتا سيت هذه عباره عن حجوزات اوتيلات او حجوزات طيران. تقدر تعرف متى بيكون في ترند. اكيد في ترند في داتا معين انه بيكون في وقت الذروه حجوزات العطلات، حجوزات العوده للمدارس، حجوزات العودة للعمل. فبالتالي انه بيكون في هنا عندي فيسبوك وفي ترند معين خلال السنة، تمام؟ طيب فهنا هذا برضو لاين بلوت. هنا ممكن احط الاشي الجديد، انا ممكن احط تايتل البلوت فبظهر هنا. فحطيت دول جلوبال ستريم اوف بوبولار سونج سونجز ان 2017-2018، وهنا كذلك حددت الكولومز اللي هي هذه. فبالتالي ممكن اعمل بلوت بين شغلتين. فديته بدي اقارن بين ديتا بتساوي شوب فيو، عفوا هاي لاغنيه واحده بس بدي اعمل بلوت لاغنيه واحده، تمام. وحطيت الليبل تبعها بهذا الشكل. فبالتالي هاي شكل الرسمه. وفي سطر ثاني حطيت الديسباسيتو. ممكن احطهم في سطر واحد زي ما انا عملت، بتحط بريكتس زي هيك انه هاي كوما هاي. صحيح بالضبط، يعني هنا نفس البلوت بالضبط. هنا بلوت فيجر، بلوت تايتل، اس ان اس لاين بلوت، اس ان اس لاين بلوت. بضيف هنا اضاف اللاين تبع شيب فيو، وهنا اضاف اللاين تبع ديسباسيتو، تمام. وحط الليبل انا عندي الديت. فهنا بينت اكثر انه مقارنه بين تو لاينز بين هذول الاغنيتين. فبالتالي انه بسهل علي انه انا اقارن اكثر. تمام، خلينا نحل الاكسرسايز هذا، حنحله سوا. وبرضه نفس الفكره، في اسئله بدنا نحاول انه زي ما حللنا في الاكسرسايز السابق انه احنا نحلل هذا الاكسرسايز. هنا الداتا ست تبعتي مختلفة ولا لا؟ هي يعني you have hired recently hired have been
you have recently been hired to manage the museums in the city of Los Angeles. تمام؟ في أنا عندي أربع متاحف هناك. هاي الصور تبعتهم. فبدنا نحلل الزيارات لهدول المتاحف. طبعا زيارات معنى ذلك إنه هي مرتبطة بتاريخ. تمام؟ هذا السيت اب، هذا الباث تبع البيانات. فاحنا ايش بدنا نسوي؟ بدي اقرا البيانات وادي له index date parse date true. نعمل تشيك. بعديها هنا نشوف البيانات، نشوف الهيد. انا عندي هنا البيت وهذا المتحف وهنا الزيارات، كل واحد قديش في زيارة. هنا بحكي لي the last row 2018 11 1 tracks the numbers of visitors to each museum in November 2018. معنى ذلك انه انا نلاقي 1/11/2018 معنى ذلك انه هذا عدد الزوار في شهر نوفمبر، 1/10/2018 الزوار في اكتوبر، and so on. عشان لما يطلب تحت في الأسئلة أكون عارف، لما يطلب في شهر معين أنا أكون عارف إيش اللي بدي إياه بالضبط. حقيقة بده يبدأ أسئلة. How many visitors did the Chinese American Museum receive in July 2018؟ فبالتالي هنا بدي أحدد عمود واحد وأحدد فترة معينة. هنا ارجع اطلع كمان مرة على البيانات، انه انا عندي اعمدة وكل عمود فيه صف، فبالتالي هي زي الـ SQL بالضبط، انه انا بدي احدد العمود اللي بدي اياه واحدد صف معين. طالب جولاي معنى ذلك انه 1/7/2018. كمل الاكسرسايز وخلينا نشوف بعد ما تخلص. Fill the line. Code, code. Now. كيف بنجيب صف يا جماعة؟ Look. بالضبط. عمود بفتح البراكت زي هيك وبكتب اسم العمود. يبقى هيك انا جبت عمود، لوك، جبت صف. نعم. صحيح، ما احنا حكينا هذا الكلام، انه بقول لك انه 1/7/2018 معنى ذلك انه كل الزوار في شهر جولاي. هذا كلام مكتوب فوق. كيف؟ إنه بتجيب زي هيك، هذا عمود، لوك، صف.
تفصل الديت؟ لا لا لا، هو مكتوب فوق انه التاريخ 1/10/2018، معنى ذلك انه كل الزوار في شهر اكتوبر كله محطوطة التواريخ واحد first، يعني انه first day of the month، اي 1/1/1/2/1/3/1/4/1/5. كثير دقيقة حتكون، يعني إذا كان الشارت إنه يعني هنا الرقم قديش اللي طلع معايا 26,620، فإذا أنت يعني نظرك ما شاء الله ممكن نبدا تجيبها بالضبط يعني. خلصنا ولا لسه؟ السؤال السوليوشن تبعه حاطه لك تلقط طنبة، بس هو المفروض يديله تو دايمنشن. صحيح، هاي قد حنشوفها كيف بنجيبها بالكود صح، عشان مش كبير.
كيف؟ عشان مش ممكن يكون كبير ورقم اثنين ممكن ما يكونش في الاول والنهايه. لا مش فاهم عليك. الجزئية بتاعتي دول في واحد سبعة اللي هم الوشامينز والفرنيزيوم في واحد جولاي. صحيح. كيف بدك تجيبها؟ هو في السلوشن تبع المحاضر انه حط رقمين وخلاص بالتالي بس الكلام مش مظبوط بقول انا اتنين دول الوشن. صحيح. هاي الكود تبعه بتقول له هنا هاي الداتا ست حددت عمود لوك لوك بتحدد صف. لا ممكن ما يكونش في التابل هيد اصلا. صحيح. يكون في مليون راعي. بالضبط. فانت هيك جبت بيانات من عمود ومن صف تقاطع تبعهم هاي الفاليو اللي هي 2620. تمام؟ فهي الجواب تبعها. في السؤال الثاني ايش طالب؟ في اكتوبر 2018 حدد الشهر والسنه. بده عدد الفيزيتورز هاو ماني مور فيزيتورز. يبقى هنا حاصل طرح. تد افيلا ادوبي ريسيف مور ذان فاير هاوس ميوزيوم. فبالتالي انه هذا الميوزيوم قديش عدد الفيزيتورز ماينس هذا في نفس الفتره في اكتوبر 2018. فهي التشيك تبعه كوريكت. السؤال اللي بعده بدنا نقنع الميوزيوم بورد المجلس تبع اداره المتاحف. هيئة الفاير هاوس بيدعي انه شغل عندهم ايفنت في 2014. تمام. والايفنت هذا جاب لهم انكريديبل نمبر اوف فيزيتور. فبالتالي بدهم اكسترا بادجت عشان يعملوا سيميلر ايفنت. حاجات المتاحف الثانية لأنه البورد هذا مكون من يعني من رؤساء كل المتاحف هدول أو المدراء تبع المتاحف هدول. إيش بيحكوا؟ بيحكوا إنه هذه الإيفنتس مش إمبورتنت بتجيبش زوار فبالتالي البودجت لازم ضلها مقسومة على الأفريج داي عدد الفيزيتورز بالأفريج داي. عشان نقنعهم بدنا نقارن عدد الفيزيتورز لكل متحف وبدنا نشوف هل فعلا انه اجانهم incredible number of visitor ولا لا. فبالتالي بنعمل بلوت لاين بلوت برضو هنا بجيب لي الترند وهنا بنلاقي انه هذا المتحف مش هذا خلي اعرض هذا المتحف اللي هو الفاير هاوس ميوزيوم فعليا انه في عنده سبايك هنا في عنده incredible number of visitors. فبالتالي هم بدهم كل فترة بدهم يعملوا event تاني عشان يجذب الزوار كمان مرة. فبالتالي انه هذا الاشي فعلا مقنع جاب عدد زوار كتير فبالتالي انه مقنع جدا ان احنا نعطيهم البادجت. كيف؟ ما هو event الايفنت قديش بده يمتد اسبوع ماكسيمو. بس الفكرة صحيح بس هذا جاب زوار والزوار هدول اجوا دفعوا رسوم دخول المتحف. فبالتالي انه احنا بدنا بادجت اضافية عشان نعمل كمان ايفنت عشان برضو يعني الاشي بيغطي التكلفة. هذا مش سبايكس خلي بالك هذه سيزونال داتا سيت. وهذا الاشي مطلوب في السؤال الثاني انه احنا بدنا نقيم السيزونابيليتي قديش انه هذه الشغله موسميه. فبالتالي هذه سبايكس بس لما تلاقيها متكرره بتبطل انه هي سبايكس صارت سيزونال شغله موسميه. الا دائما في فتره اغسطس انا في عندي المتحف يعني وقت الذروة في كل سنة ما دام انه بتكرر فبتصير انه هذه سيزون. طيب حاجات احنا لما قبلنا هنا بدنا نعمل اسسمنت للسيزونابيليتي لقديش مقدار البيانات هذه انا عندي موسمية. وهذا الكلام موجود في رحلات الطيران وفي رحلات حجوزات الاوتيلات في كتير شغلات حتى انت عندك في متاجر معينة. تمام.
وقت يعني متاجر تشتغل وقت العودة للمدارس، متاجر تانية بتشتغل وقت العيد، متاجر تالتة بتشتغل وقت كذا، فبالتالي وقت معين في السنة بتلاقي انه فينا عندي سبايك. هاجت لما احنا جملنا الموظفين في افيلا ادوبي احنا سمعنا منهم نقطة بالنسبة لعدد الزوار اللي بيجوا انه هم في عندهم هاي سيزون ولو سيزون، وفي اللو سيزون بيكونوا هم قاعدين وستافت يعني مبسوطين، بينما في الهاي سيزون بيكونوا الستاف اندر ستافت، يعني عدد الموظفين مش كافي وبيكونوا تحت الضغط ستريس. فبدنا نشوف هذا الكلام فعلا انه هو سيزونال ومظبوط عشان ان احنا نعمل اللوكيشن او نعمل مانجمنت لهذا الموضوع، انه لما يكون في عندي سيزون بنعين الموظفين اكثر، ولما ما يكونش في عندي سيزون انه بيكون في عندي موظفين اقل. تمام؟ فبالتالي بدنا نعمل تخطيط انه نعمل هاير لاديشنال امبلويز في السيزون. فكيف بدنا نظهر هاي الشغلة؟ بدنا نظهر هاي الشغلة انه احنا نعمل بلوت للفيزيتور اوفر تايم لما نشوف شكلهم كيف لهذا المتحف اللي هم اشتكوا من هذا الموضوع اللي هو افيلا ادوبي. لما عملنا له بلوت فعلا سيزونال، فينا عندي لو انا اجيت انه هنا 2014 هذه بداية السنة، في عندي الفترة هذه والفترة هذه، ممكن تكون الفترة هذه فترة الذروة انه على فترتين، وممكن تكون فترة واحدة زي هيك اللي هي فترة منتصف السنة تقريبا، او بدي اقول مش من فترة منتصف السنة من ستة، لا من اربعة او من خمسة، من شهر اربعة او خمسة في انا عندي ذروة. كل سنة بتصير هاي الشغلة، كل سنة بتصير هاي الشغلة، فهاي الشغلة انه فعلا انه هي موجودة. طيب فجيت هنا بدي احدد وقتش انا بدي اجيب فيزيتورز عشان اعمل اللوكيشن، هل هي في من الفترة من سبتمبر لفبروري ولا من مارش اوغست؟ واضح من الرسمة انه هي من مارش لاوغست. تمام؟ انه انا بس ما عنديش ناس انا بدي احدد فترة الهاي سيزون، هل هي في سبتمبر فبروري ولا مارش اوغست؟ مارش اوغست. فبالتالي باخذ قرار انه في مارش اوغست بروح بزود الموظفين اللي هنا. هاي السؤال. طب ماشي انت يعني هيك بصير انه المتحف مش ناجح، يعني انت تعال تطلع انه انت الفتره هذه بيجي لك ناس كتير بس كل مال الوضع في النازل. ليش؟ لانه هم اندر ستافت، فيش عدد موظفين كافي وستريست، فبالتالي ادائهم انت لما تيجي لمتحف وما تلاقيش مثلا حدا انه يورجي لك ويشرح لك ويعمل لك، يعني ببطل انه انت انترست في هذا الموضوع، انه او لما تروح هناك وتلاقي زحمة كتير وانه انت تكون مش مبسوط، فبالتالي انه ممكن انت ما تروحش. ولو احنا عندنا الفاينانشال داتا تبعت كان ممكن نوصل لافضل رقم ممكن من عدد الموظفين. حكيت معطيات السؤال بتحكي انه احنا اندر ستافت وبدنا موظفين، وبدنا موظفين في هذه الفترة، ففعلا محتاجين موظفين او لا بغض النظر عن البادجت والميزانية. حكيت لو احنا دخلناها في الموضوع بدخل البلوت تبعها. تمام؟ اما انه انت تشيل همهم هذا دكتور اسمه داتا اناليست والاناليست داتا فيجواليزيشن. الله يعافيك. ماشي. الموضوع الكبير ده في حاجه اسمها بزنس اناليسيس، يعني هذا صاحب القرار واقع جدا فيه صحيح، حتى لو مش موضوع صحيح. هو هذا اسلوب البزنس اناليسيس. لا لا، البزنس اناليسيس مش داتا فيجواليزيشن. داتا فيجواليزيشن انه يعني بيحتاج بالضبط بشكل تصويري. صحيح بدك تاخذ البادجت بعين الموضوع وعوامل ثانيه وشغلات ثانيه، بس اللي هم رائعه جدا، يعني رائعه مش بتساعد مدير المركز انه هو القرار. صحيح صحيح، بس احنا بنحكي هنا السياق تبعنا انه انا كديتا ساينتست بدي افهم الترندز اللي موجوده في البيانات. لسه احنا حاليا في الترندز، لسه الاكسرسايز الجاي بدنا نشوف علاقات
بين اتريبيوتس معينة. بس انا فهمت ترينز معينة. شفنا الترينز تبعت الفيفا وشفنا الترينز تبعت الميوزك ستريمينج وهنا شفنا الترينز تبعت زيارات المتاحف. فبالتالي هنا فعليا احنا تعرفنا على انواع مختلفة من البيانات وفيها ترينز معينة حاولنا نكتشفها بطرق مختلفة. لو عندي معلومات الستافينج في الديتا بقدر انه انا احدد. لا هيك انا ما عنديش معلومات بقدرش احدد من الفيزيتور انه في عنده ستافينج اكثر. لا وشو المتاحف في بعضها انه انت بس بتدخل هيك وبتتفرج مش محتاج ولا حدا بالمرة. وفي متاحف تانية بتحتاج انه في يكون فيها ستاف. فبالتالي حسب نوع المتحف. فبما ان البيانات موجودة مش موجودة هنا تقدرش انه انت تحدد حسب عدد الفيزيتورز قديش عدد الستاف اطلاقا. لانه حسب نوع المتحف. لانه في زي ما حكيت لك انه في متحف انه انت بس بتدخل ويعني تتفرج يعني الاشي بيحكي عن حاله تمام. وفي يعني انه بالضبط وفي انت عندك جايد اصلا بتحط سماعه زي هيك وبتحدد اللغه وبت يعني انه اذا كان الجايد هذا متوفر يعني انه كسماعات وبتحدد اللغه وشو اسمه بحدد مكانك انه انت حسب المنطقه هذه بصير بحكي لك عن اللغه معينه بصير يحكي لك عنها. نعم ف انا ايش اللي خلاني افكر في الموضوع انه لقيته في نفس الاطار اللي احنا نفكر فيه انه المتحف لما يكون فيه ناس تعمل جايدنس معناته عنده عدد ستاف اكبر. لما يكون فيه عدد ستاف اكبر معناته في جاي في ناس احب ان نتعرف عليها. ليش بيكون عنده عدد ستاف المنطقه انه حسب المتحف كان عندهم ايفنت. لا كان عندهم ايفنت انا فاهم بس انا مفترض انه ما عندوش ستاف. هو يمكن عنده حوالي 3 في المتحف عشان هيك عدد الفيزيتورز عنده قليل جدا. ممكن مش عارف لانه ما فيش داتا سبورت سنترينز. ما هو هذه الأسئلة إنه أنت في حال إنه كانت البيانات موجودة عندك إنه أنت بتقدر تجاوب فيها. بس إحنا هنا دخلنا في سيناريو محدد ونشوف إنه اللاين بلوت إنه بنفع فيها وشفناه. في بعض الشغلات الثانية اللاين بلوت بنفعش بدنا سكتر زي هيك يعني تمام. طيب هيك بنكون خلصنا هذا الإكسرسايز. يلا هينا نزلي هيك خلصنا. بدنا نروح على النوع جديد اللي هو البار تشارت بعد البريك ان شاء الله. يبقى الاسئله جاوبنا عليها. حكينا من مارش لاوغست انا في عندي عدد اكبر من الزيارات فبالتالي ان انا محتاج لموظفين اكثر. حسب السؤال تبعهم هنا انه ايش الفتره اللي انا محتاج فيها لموظفين اكثر. ننتقل لنوع تاني من التشارت اللي هو بار تشارت. اللي هو اللي بعده مباشرة. تمام؟ طبعا هنا حنشتغل على داتا ست مختلفة من دومين لترانسبورتيشن. US Department of Transportation دائرة المواصلات في الـ US. شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل تراك للفلايت ديليز تأخير في رحلات الطيران الإقلاع. طبعا البيانات هذه الفورمات تبعها CSV هي شكلها بالإكسل تمام. في أنا عندي واحد يعني يناير في الأتريبيوت تبع المونث مين فبراير وهكذا. وكل انتري بيحتوي على الافريج ارايفل ديلي. يعني على سبيل المثال هنا في فبراير هذا السجل 2 شهر 2 بشوف كل الرحلات
لايرلاينز معينه لشركه طيران معينه، بحسب الافرج ديلي لها وبكون هو هذا الرقم اللي موجود انا عندي في السجل. طبعا الديلي بالمينتس على حسب الايرلاين ديفرنت ايرلاينز. هذا الكلام مهم جدا لانه انا اتعرف على الداتا سيت. كل هذا الكلام في سنه 2015. النيجاتيف انتري شو بتعني؟ وصلت مبكرا. النيجاتيف فاليو يعني وصلت مبكرا بالضبط. لما يكون الديلي بالماينس معناها انه هي وصلت قبل بوقت، بتصير الشغلات هذه. تمام، كيف مش عنا؟ لا لا، انت بتكون في الطيارة انه هو بكون نازل على دحلة يعني انه فبيصل اسرع. طبعا عوامل كتيرة بتحدد هاي الشغلة، سرعة الرياح والشغلات هذه، فبالتالي ممكن الغيوم والطقس ممكن انه تصل الرحلة مبكرا لو كانت الامور مسهلة. طيب، يبقى الايرلاين كود انا في عندي AA للامريكان ايرلاينز، AS على سبيل المثال لايش؟ الاسكا ايرلاينز. نعمل لود للبيانات، هاي الباث تبعها، وزي ما تعودنا انه انا بجي بطلع انه ايش انا في عندي هنا. هذا الكلام لازم اشوفه هنا، هاي شكل البيانات. يبقى هاي انا عندي اسم العمود month، وهي شركات الطيران American Airlines Alaska Airlines B6DL أسماء، وهي الأشهر أنا عندي من 1 إلى 12، وهي الديلي أنا في عندي بالبلس والماينس. عشان هيك اخترت الاندكس أتريبيوت هنا اللي هو المنث بهذا الشكل. تمام، طبعا ممكن أشوف الهيب تبع البيانات إنه بهذا الشكل. وهنا بدنا نعمل بار تشارت، نفس الكلام بالضبط، بس هنا ايش بده يختلف؟ اس ان اس بدل لاين بلوت ايش بده يصير؟ بار بلوت. تمام؟ فانا ايش حطيت؟ حطيت السايز، ممكن هذا اسيبه فاضي زي ما حكينا، بس حيحط لي اياه زي ما حكينا مربع 4 في 4 اذا انا مش غلطان. هنا ضاف تايتل بي ال تي تايتل، حطوا انه افريج ديلي فور Spirit Airlines Flights by Month. وهنا على X بتساوي Flight Data dot Index، والY هنا حددناش الداتا، حددنا ال X وال Y. هنا الاختلاف في الموضوع أنا عندي في البار تشارت إنه شو حددت؟ حددت إيش ال Index؟ إيش هو ال Index إحنا حددناه؟ المنث هنا حددناه في هذا بالضبط، هي الاندكس كولوم هو المنث. فبالتالي الاكس انا عندي هو عباره عن الاشهر، والواي هو عباره عن الفلاي داتا للانكي اللي هو الكود تبع هذه الايرلاينز. فهنا بطلع انه ببين قديش الافرج لهذه الخطوط او لهذه شركه الطيران. واضح جدا انه في شهر 6 في اكثر تاخير. نعم، في شهر 6 في اكثر تأخير. موسم بيكون هناك انه السكيجول. نعم. طيب، في نوع تاني اسمه الهيت ماب. هذا انا شفته بس لايرلاين واحدة، أنا بدي أشوف لكل الايرلاينز وبدي أقرأ هذا الكلام كويس في رسمة واحدة. فهذا هو فكرة الهيت ماب. ففكرة الهيت ماب هي عملنا الفيجر وضفنا له التايتل، وهنا sns.heatmap إيش أديته؟ بدي له كل البيانات، وهنا بحكي له annotation بتساوي true. شوف كيف شكلها زي هيك، بروح برسم لي خط زي هيك. تمام، انه اللون بدل على الفاليو. تمام، انا عندي الزيرو بيبدا من هنا. تمام، وعندي بالماينس بيكون لون ادكم
يعني لون غامق اكثر، وهنا كل ما يفتح اللون بصير انه الفاليو بتزيد. ايش انا عندي هنا؟ الواي هو عبارة عن الاشهر، والاكس هي عبارة عن خطوط الطيران. هنا بنظرة واحدة بدل ما انت تطلع على البيانات زي هيك وتقول لي مين اكثر شركة طيران بتتأخر، مستحيل. لكن هنا بالهيت ماب مين اكثر شركات الطيران اللي فيها ديلي؟ اف 9 والانكي، تمام؟ لانه فيها الوان فاتحة اكثر، فيها الوان فاتحة اكثر. هذا 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 هنا ما فيش بيانات، هذا هنا ابيض انه ما فيش بيانات. نعم، انه ما كانش فيه رحلات لليو اس من شهر 7 لشهر 12، تمام؟ طيب مين افضل شركة؟ ايش اكتر عمود داكن شايفه؟ فيش فيها الاسكا بالضبط، والديال برضو كذلك، انه بس الاسكا اكتر فيها انه الوان داكنة اكتر. الاتش اي، نعم، هذول افضل الشركات اللي ما فيش فيها ديلي. بغض النظر عن المكتبة، بغض النظر عن لغة البرمجة، بس أكيد في لغة البرمجة اللي أنت بتستخدمها لازم يكون في مكتبة بتسوي لك هاي الشغلات. لا مش بالسهولة. إيش ال بي اتش بي فيها شغلات كتير ريتش، يعني فيها شغلات غنية. عندك البيانات كانت عندي لا بكل تستخدمها، وفيها فيها دوائر مساعدة للإيكون نفسه والمام والأشياء هذه مساعدة، لكن إلا تكتب مش ببساطة يعني. إلا تكتب كثير. ذا بايثون تربح؟ اه طبعا. والله بفكر جانب وفلاس. صحيح صحيح. الهيت يعني هنا اصلا ناس دوت هيت ماب هي بتعمل راوند ل 2 ديجيت، انه بتظهر لك الفاليو هنا. كيف ايش؟ لازم يدين الليجا من هنا. قصدك الفاليو هنا مثلا 2.7 مش موجودة، حتى لو ما كانتش موجودة لازم الليجند هذا يحط لي اياه في الرسمة، فبالتالي بقدر اخمن الفاليو من درجة اللون. بس الافضل انه عشان هيك ما في عندي هنا انوتيشن بتساوي ترو. نعم نعم. يبقى هنا this ensures the values for each cell appear on the chart. طيب ناخذ exercise على هذا الكلام، على البار chart والهيت ماب، حتلاقوه في الاكسرسايز هذا اللي بعده. خلونا ناخده سوا. طبعا البراكتس هذا كتير مهم، انت بعد ما تتعود عليه خلاص، يعني بتصير انه انت بدك تستكشف البيانات تبعتك، حيصير جزء من البروجكت. انا اطلبه منك انه انت يكون في عندك في النوت بوك داتا فيجواليزيشن، ومش بس فيجواليزيشن، خد هاي البار شارت وخد هاي اللاين شارت، لا، بدك تستخلصي الترينز وتحكي انه كل ما يزيد كذا بقل كذا، اكثر زي ما انا حعملت الان، اكثر الشركات اللي فيها تاخير هي شركه كذا وكذا وكذا، الشركات اللي فيش فيها ديليز شركه كذا وكذا وكذا، زي هيك. طيب حقيقة احنا حنجرب هذا الكلام على اي داتا سيت اللي هو جيم اي جي ام جيم ريفيورز. في حدا جيمر هنا؟ في جيمر؟ جيمر قديم متوقعك انت جيمر. ايش بتلعب؟ ايش بختر على غالي؟ بتسجل فيديو والناس بتتفرج عليك؟ تمام.
يبقى في عندي ريفيو هنا للجيم ريليز من زيرو ديزاستر ل 10 ماستر بيس. فهي جيم زي هيك تمام، وهي الريفيوز تبعتها. هنا نعمل سيت اب، خلينا نحل اكسرسايز مع بعض، يعني بحل معكم. وهذه كذلك للسيت اب. طبعا هي كتب لي هنا في اللود داتا ريد اي جي ام داتا من هذا الفايل، واستخدم هذا الاتريبيوت اللي هو البلاتفورم اف اندكس. سويت لي هنا الاندكس كولوم بتساوي بلاتفورم. هاي تشيك اوكي. نعمل ديسكرايب. وين؟ هي كاتب لي اياها هنا انه اريد اي ان جي داتا ويوز البلاتفورم كاندكس. فبالتالي هنا اريد لهذا الفايل الباث والاندكس كولوم بلاتفورم. انواع الجيمز: اكشن، اكشن ادفنتشر، ادفنتشر فايتنج، بلاتفورمر، بازل، ار جي بي. ايش الجيمز تبعت الار جي بي؟ طخ يعني ريسينج، سباق، شوتر، طخ، سيميليشن، سبورت، استراتيجي جيم. في حد بيلعب استراتيجي جيم؟ زمان كنت العب. هاي ساعات المواصلات. معنى الكلام انه استراتيجي جيم هلقيت مش ماشي سوقها؟ لا مش كثير. يعني 3 سنوات يعني. الان بتظهر ال 3 دي والزي ما بعرف شو. طب ما الاستراتيجي ممكن تكون 3 دي يعني. بس سوقها مش ماشي؟ لا ايش هي اللعبة؟ ريد اليرت. ايش اسمها؟ جنرالز. في الايج في الايج اوف امبايرز. طيب في بدي احط لكم هنا سيل الكود او هذه بتظهر لي انه جزء من البيانات. فاحنا استخدمنا البلاتفورم كاندكس، فبالتالي هنا اللعبه وهذه اكشن، هاي البلاتفورم تبعتها، وهذه قديش الريفيو تبعتها في الاي انه كاكشن، هذه الريفيو تبعتها كادفنتشر وهكذا. طبعا البلاتفورم انا بعرفش الا البي سي والبلاي ستيشن 1 2 3، الباقي هذا كله مش الجيم كيوب عمريش سمعت عنه، والجيم بوي كولر هذه، والدريم كاست ما عنديش ادنى فكره ايش هو، ايش هي هذه البلاتفورم. هي بلاتفورم للعب بس مش عارف ايش هي يعني. في بلاي ستيشن، اكس بوكس سمعنا عنه، الايفون اوكي ماشي، وهذه بي سي. ماشي، انا بحكي انه احنا معرفتنا بالبلاتفورمز بس يضرب بلاي ستيشن واكس بوكس وبس اللي سمعنا عنهم، اما الشغلات الباقيه في حدا بيعرف ايش هو الدريم كاست؟ لا،
طيب هنا ايش طالب مني؟ هنا طالب مني انه fill the line below what is the highest average score received by BC games. بده اعلى سكور حصلته هذه البلاتفورم اللي هو البي سي. سكور من ناحية انه ايش هو، هل هو اكشن ولا ادفنتشر، بدي اعلى قيمة. فبالتالي بدي اطلع على هذا الصف وبدي اشوف ايش اعلى سكور موجود هنا واجيبه زي هيك. لا انا احنا ممكن نعمل سيليكشن للديتا على اساس الصف باستخدام اللوك. هاي اللوك هاي جاب لي السكورز كلها، اكشن اكشن ادفنتشر ادفنتشر، فهنا بدي اشوف ايش على سكور. حكيت لو استخدمت الماكس، شايف اكان فلوتنج بوينت بجيب لي، فمش حينفع. فبدنا نعملها راوندينج ل 6 ديجيتس. تمام، فاحسن حاجه ايش اروح اسوي، اما انا اخذ من هنا وعمل نسخ ولصق بس، فبتنجاب ككود. بس هنا انه الفكرة انه انه اتبع ايش هو طالب في السؤال، انه انا بدي اشوف ايش اعلى سكور في البي سي جيم. اعلى سكور كان قديش اللي هو 7.75 7.75 هذي. طيب ايش اسوأهم، او مش ايش اسوأهم، انه هنا في البلاي ستيشن فيتا بلاتفورم ايش اكتر نوع له اسوأ سكور؟ نعم بلاي ستيشن فيتا، يعني في بلاي ستيشن بلاي ستيشن فيتا هي موجودة. ايش اسوأ سكور؟ انا عندي 7.61 7.5، هذه 7.1 وهنا 6.1 بالضبط، اللي هي الاكشن ادفنتشر. لا يمكن في اسوأ منها، لا في 5.7 هو عشان سيميليشن هنا 5.7 اللي هي هاي سيميليشن. برضو عشان قصة ليش incorrect simulation incorrect، لا بيكون ال incorrect لهاد، لا على العدد الفلوتنج بوينت هنا. هجيت في الستيب الثالثة بدنا نحدد ايش هي افضل بلاتفورم. ال ING agrees that great game والسكور تبعها 8.9. هجيت بدنا نحدد هذا الكلام في بار تشارت. بار تشارت انه show the average score for racing games for each platform. Yeah.
بار تشارت. انا بعمل بلوت لسه ما بدي اعمل الفيجر اول. هنا سي ان اس بار بلوت طيب الاكس بتساوي هو ايش طالع؟ ايش اسم البيانات؟ اي جي ان سمول كلها؟ والواي؟ ريسينج هيك مزبوط ولا الار كابيتال؟ ممكن ازود الحجم تبعه احط هنا 20 بيوسع اكتر او كمان هاي 30 هيك صارت صغيرة بس ممكن افتحها بالتاب لوحدها زي هيك. بطلع عليهم هذه السكور 7 هذه أعلى واحدة بلاي ستيشن هي أعلى منها هذه الإكس إكس بوكس 1 أعلى منها هو إيش طالب؟ هو طالب إنه create a bar chart shows the average for each أوكي مش طالب إنه أحدد شغلة معينة part B WII platform هذا السؤال على الـ على البلوت اللي قبله بالضبط ايش الجيم انه seems to be the best اللي هي اللي لها اعلى سكور اكس بوكس 1 تمام واللي بعديها بلاي ستيشن فاحنا لو جينا طلعنا شفنا السوليوشن هي اكس بوكس 1 والسكند الترناتيف اللي هي البلاي ستيشن هو طالب البيست الترناتيف انه اللي انها على سكور فبالتالي هي الاكس بوكس 1 كيف؟ افضل نعم هجيت بدنا هيت ماب عشان نشوف الافرج سكور لكل سي اخد وهنا في الهيت ماب بدنا نعطيله ال بالضبط بعطيله الداتا كتير ممتوطة فممكن رجح 20
حاجات الالوان الفاتحة هي الافضل. بس هذه بدها توسيع شوية. هذه لا واضحة يعني. هذه اكشن ادفنتشر إلها. لا اللي فاتحة هي الاحل يعني هي وضعها. فبالتالي انه عندنا الار جي بي والاكشن ادفنتشر افضل تنتين من ناحية سكورز. طيب هذا انا قرأت اعمدة. قرأت اعمدة لما اقرأ اعمدة معناها انت بتشوف بتحدد ايش افضل بلاتفورم. لما اجي اقرأ الصفوف تمام انه في بلاتفورم معينة ايش نوع الجيم اللي الموست بوبيلر. يعني على سبيل المثال في البي سي ايش اكتر واحدة فاتحة اكتر اشي اللي هي 7-8 اللي هي الار جي بي. وينها 7-8 مش 9-6 6-9. في الاكس بوكس ايش افضل واحدة 8-2 8-5. نعم هي افتح واحدة. ثمانية ثلاثة أفتح من 8-5. ثمانية ثلاثة أفتح 8-5 أفتح. طب غيرنا السؤال بطريقة إنه الدريم كاست إيش الألعاب المشهورة؟ بقدر أقول لك إنه الفايتينج، بلاتفورمر، بازل. هذول اكثر ثلاثة بنختار التوب 3 بالضبط. نيجي مثلا في البي سي ايش اكثر ثلاثة اللي هي ار بي جي اكثر ثلاثة. وهنا ممكن نختار الاكشن ادفنتشر والفايتنج. كثير ايش على ال سي دي هيك. هي على ال سي دي هيك. لا بس انتوا عملتوا بلوت عندكم على الشاشه بتبين صح. receive the highest score which combination received the lowest average score. highest score نيجي نرجع للرسمه 9-2 في اعلى منها. هذه افتح واحدة يبقى combination simulation مع ايش بلاي ستيشن 4. واللوست قد كان واحدة 4.5 وفيها هي كمان 4.5 فيها اقل منها. لا يبقى game boy color fighting و game boy color shooter. هذا هو الجواب. فبالتالي هنا بهاي الماتريكس فعلا انت حددت الاحسن وحددت الاحسن حددت احسن كومبينيشن واسوء كومبينيشن. ممكن حدد لي اياها هنا بتصير تحكي انه بس لا هيت ماب لازم بيانات 2 دي بتروحش تديله صف. يعني خد دي سي مع شغلة تانية مثلا يعني هذا ممكن ننسخه زي هيك. وهنا بتحط لي سيل جديدة ونقول هنا وهنا بدنا نحط بي سي بلاتفورم تانية بلاي ستيشن اكس البي كابيتال. شوف اللي اياها بوكس في 2 اكس بوكس واحد ولا وان مكتوبة هيك ولا الاو مكتوب اكس بوكس لحال
في واحدة مش فبالتالي هنا ايش بدي اعمل قبليها .head هي هو الاندكس اتريبيوت لا هذا كارو فبالتالي مش موجوده في الاندكس فبالتالي انه ممكن نعمل اكشن ممكن نعمل اكشن مع فايتنج ترانسبوز تعملها ترانسبوز دوت ترانسبوز بالضبط اكشن وفايتنج هيك تنتين فبعرض لك اياها انه بتقارن بيناتهم هذا الباينه شوي كيف؟ دريم كاست اول واحد مع الباكيت اعلى كمان يفصل بس كمجمل مين سكورز اعلى؟ اكشن ولا فايت؟ اكشن لا هنا برضو في الوان فاتحه اكثر هنا هاي هنا في هنا صحيح في ذاك يعني واحده هنا فاتح اكثر وبالتالي كافرج لو جبت انت الافرج هنا فايتنج بتلاقيه اعلى من هذا بس فعلا الهيت ماب زي ما حكى ايش افضل كومبينيشن جيب لي افتح واحده بلاي ستيشن 4 مع سيميليشن اتكن واحده جيم بوي كولر مع فايتنج او شوتر نظره واحده تمام لا 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 مجرد لا هي مجرد بلوت لارقام مش معامل ارتباط معامل ارتباط حنشوفه في رسمه جايه ممكن ان نعمل ريجريشن انه كل ما زاد هذا بزيد هذا بيبين معاك في الرسمة لكن هذا بتظهرش العلاقة بالضبط لا مش استنتاج علاقات هذا انه مثلا ايش اللي اعلى ترند ايش اللي ايش البيست ايش الـ ايش الـ ايش الورست زي ما شفنا هناك في الطيران في الفلايتس بدنا نحدد مين الشركة اللي فيها ديلي اكتر اشي ومين الشركة اللي فيها ديلي اقل اشي تمام خلصنا كنا خلصنا مع بعض ننتقل للسكتر ايش يا استاذ مش ظابط الامور معك كله تمام نروح للسكتر طبعا هاي الشغلات كله كوميت وميك بابليك كوميت وميك بابليك تمام انا بدي اشوف قديش مهم تخلص الاكسرسايز هذا برضو بدخل في السكورينج نروح على الاكسرسايز اللي بعده اللي هو السكتر سكتر دائما بدي اشوف علاقات بين الاتريبيوتس يبقى لغايه الان اخذنا ثلاث انواع بلوت بقدر اكتشف من خلالها الترند اللي هي لاين بلوت بار بلوت والهيت ماب تمام بدنا نشوف الان علاقات بين الاتريبيوتس خلينا نشوف نكتشف البيانات تبعتي عن ايش هو بحكي هذا عبارة عن syntactic dataset شو معنات syntactic؟
تم توليفها، يعني انه مش بيانات كتير حقيقية، تمام؟ بس ايش الدومين تبعها؟ الانشورانس تشارجز. طبعا السنتكتك داتا ست بيتم توليفها بحيث ان هي تكون اقرب للواقع. يعني هنا في الانشورانس تشارجز بجب اقول انه حسب الدراسة تبعتها انه توزيع البيانات هنا بيخضع على توزيع كذا، توزيع الاحصائي كذا، فبالتالي بقدر اولد بيانات بناء على هذا التوزيع، تمام؟ نشوف كيف شكلها. نشوف الاكسل، ايش فينا عندي الايج والسكس والبي ام اي. ايش البي ام اي؟ مر عليكم بي ام اي؟ بادي ماس اندكس. بادي ماس اندكس نسبة، يعني انه هو اندكس للوزن مع الجسم، بيدخل فيه الطول برضو كذلك. لا هذا فيه معادلة مش طول بس. نعم معادلة بتفرق؟ حطيت الهايت بالفيت او بالانشز والويت ماس. كيف؟ ماشي، ما انه بفرقش حسب ال انه الجندر. لا هاي يجيب لك الويكي، هاي يجيب لك المعادلة تبعك. الماس بالكيلوغرام على الهايت بالضبط. ماس يبقى هي الوزن على الطول. نعم. طيب وهنا انه قديش عدد الشيدرن سموكر ريجون تشارجز، فبالتالي هذه الاتريبيوتس والتارجت تبعي انه تشارجز قديش انه هو بدفع تأمين. هذا بخصوص البيانات تعرفنا عليها. هاي المسار تبعها حملناها بديتا فريم، شفنا الهيد تبعها، هاي شفناها زي ما شفنا قبل شوية. نعمل سكاتر بلوت. في السكاتر بلوت بدنا نشوف انه الاكس بدنا نحطه هو البي ام اي، والواي دائما في السكاتر بحط اكس وواي، تمام؟ ممكن اعمل اكثر من شغلة بس هنا حطيت بي ام اي مع التشارجز. هل في علاقة بين البي ام اي وقديش حيدفع تأمين؟ ليش لا؟ كيف؟ طيب اطلع على البلوت، هاي البلوت تقريبا على انه بتصير الريسك اعلى. صحيح بتصير الريسك اعلى، فاكيد حيصير يسحب اكثر من الشركة، بالضبط بالضبط. يبقى انت تكون عندك ريسك اكثر انه انت معرض لازمه قلبيه او معرض لامراض السمنه والشغلات هذه كلها، فبالتالي انه شركه التامين حتدفع لك تعويض اكثر، فبالتالي قصه التامين تبعك لازم يكون اكبر. نقرا البيانات. ايش بتلاحظ هنا؟ انه هاي التشارجز وهاي البي ام اي، بتلاحظ انه اكثر الناس مكونين هنا، تمام؟ بس هنا انه لغايه حد معين بالضبط هذه المنطقه يفترض تكون نازله تحت، بس اول ما بدينا ندخل هنا صارت تطلع فوق بالضبط للتشارجز. يبقى كل ما زاد الاندكس هنا عن منطقه معينه انه بتزيد. بس هل هذا فقط بسبب البي ام اي؟ لا، في شغله ثانيه بدنا نشوف بدنا ندخلها ايش هي.
عشان نقدر نجزم انه هل كل ما زادت البيئة معاي بزداد لتشارجز نروح نعمل حاجة اسمها regression plot. بالضبط regression line. يبقى هنا ريج بلوت ايش بديله؟ نفس ال X وال Y. شوف كيف شكله. حاجات في هاي الرسمة هاي الرسمة انه نوعا ما انه واضح انه في كل ما زاد بيزيد بس مش قادر اجزم. كيف بجزم؟ بروح بعمل regression line زي هيك. اذا اللاين هذا طالع لفوق حتى لو انحناء خفيف جدا خلاص تقدر تجزم انه تقول انه كل ما زاد هذا بيزيد هذا. تمام؟ يبقى في الريجريشن بلوت ايش بروح بسوي؟ انه بروح باخد كل البيانات وبروح برسم لاين ريجريشن لاين. حاجات نرجع للريجريشن لما نحكي عنه بشكل موسع اكتر انه ايش الفكرة تبعته. فاذا اللاين هذا طالع معناها انه في زيادة. لو كان نازل زي هيك ايش بكون؟ كل ما زاد بيقل. ريجريشن ايش؟ لا دائما الريجريشن لاين. طيب حاجات بدنا ندخل شغله ثانيه. هذول الناس اللي فوق اللي هنا انا شاكك فيهم. هل بس بسبب البي ام اي؟ ايش معنى هذول الناس اللي تحت بدفعوا اقل وهذول اللي فوق مع انه لهم نفس البي ام اي؟ تعال اطلع هنا هيو ال40 انه في ناس مكرمه هنا تدفع لغاية العشر تلاف بس في ناس طالعة فوق مع انه إلها نفس البي ام اي. شو السبب؟ ندخل نعمل تلوين لأتريبيوت تاني انه هو السموكر هاي. فهنا ايش حطيته الاكس والواي؟ لما بدك تدخل السكاتر بلوت تبعتك النقاط تبعتك تلونها فبتقول له انه هي بتساوي insurance data dot او بتحط الكي سموكر. السموكر انا عندي الفاليو هنا يس ونو. فبتلاحظ انه هنا خلاص يعني انت عندك زاد البي ام اي كمان بتدخن. لا في احتمال تروح فيها اكتر. انت حتدخل امراض الرئه وامراض الشغلات هذه كلها في الموضوع اكتر. فبتلاقي انه اغلب السموكر بيدفعوا اكتر. ليش بتكون علاقة بالسموكينج من ناحية تشارجز اكتر من هي؟ ممكن ترسمها لوحدها بس انت في هاي الشغلة انت سويت ثلاث شغلات مع بعض اللي انت تحكيه ممكن تسويه لوحده. بس هو منطقي تكون العلاقة مع السموكينج بتضر الصحة بشكل مباشر اكتر من البي ام اي. لا البي ام اي برضه بتضر الصحة عن اذنكم بس. كيف؟ هاي نفس اللي السابق بالضبط بس ايش بتحط؟ لهيو بتساوي اسم الاتريبيوت اللي بدك تلون فيه. هو بيحدده لحاله وممكن انه انت تحدده. فهو بروح بيختار لونين متباينين اريح للنظر وبعمل لك اياهم حسب. طيب نشوف هذه نجزم فيها برضو بريجريشن بلوت. فهي رحت عملت الام بلوت الاكس بتساوي البي ام اي. لاحظ هنا ما كتبتش اسم اسم الداتا وحطيت ككي اسم الاتريبيوت. ليش؟ لانه ما اعطيت الداتا بتساوي كذا. يبقى لما تعطي الداتا بتساوي كذا تقدر تقول انه الاكس والواي بتساوي مباشره بدون ما تكتب اسم الداتا والاتريبيوت. صحيح. صعب ان نعمل بلوك مع بعض. لا بتنحط هنا تحت يس وهنا نو زي هيك وانه بعمل لك سكتر لها. هاجيت حنشوفها لما ندخل في النوت بوك الثانيه. حولها الثانيه وشغل على الاثنين مع بعض. بالضبط
حطها تحت هيك هنشوفها. بس هنا خلينا نشوف الريجريشن، هل نقدر نجزم انه في زياده في الحالتين؟ فانا في عندي هنا تو لاينز بالضبط، هذا في زياده خفيفه لكن بالضبط هذا في زياده اكثر. نعم، فبالتالي هنا في الريجريشن بلوت بقدر ان انا اجزم انه كل ما زاد يعني اذا كل ما زاد البي ام اي بزيد التشارجز، واذا انت كنت سموكر بس البي ام اي تبعك قليل انه انت بتدفع قليل، بس كل ما زاد بتزيد الزياده بتكون كثيره. يعني هنا على سبيل المثال كل ما تزيد البي ام اي ممكن ان تكون الزياده عندك ب 10%، بس هنا بتصير بالاضعاف. يعني انت بتدفع يعني 10 اضعاف او 20 ضعف من قيمه التامين تبعك. تمام، في عندي حاجه اسمها سوارم بلوت. السوارم بلوت، سوارم يعني سرب، سرب سوارم ايش؟ سوارم ايش؟ سوارم بالضبط، انه بيشتغلوا كاسراب. في عندك حاجه اسمها سوارم انتليجنس. ايش السوارم انتليجنس؟ بالضبط، في الاي اي كل الشغلات انه انسباير من البيولوجي، فالنيورال نتورك من الدماغ. تمام، في عندك شغلات في السوارم انتليجنس انه بيستخدموها في السيرش بيشوفوا الطيور كيف بتتصرف وبيحاولوا يعملوها كالجوريثم. وفي حاجات ماخوذه من النمل، يعني النمل لما تنزل على دحله تحت في عندها اسلوب انه هي بتنزل مباشره، وفي عندها اسلوب ثاني انه بتنزل على شكل زجزاج. فهذا كله يعني كسيرش الجوريثمز ماخوذ من هناك، يعني احنا ما عملناش حاجه. فالسوارم هنا انا هيك حاعيده المره الجايه، فخلاص لانه مش حينفع انا اشرحه بشكل سريع. تمام، فخلينا نتوقف هنا. بروح بجيب لي اياها كتجمعات. الفكره هنا السموكر يس او نو، ماشي اي نعم في سكتر هنا، بس هل هي على شكل تجميعات معينه؟ كيف شكلها؟ ارسم لي اياها زي هيك، حنرجع نحكي عنها المره الجايه ان شاء الله. بالضبط، بس على شكل اسراب، يعني اشيلها اشكال محدده. تمام، فخلينا نتوقف هنا. برجع بذكركم مره ثانيه في الاساينمنت المهم جدا 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 انه انت تدخل على الكومبيتيشن وتحاول تجيب سكور عالي، والمره الجايه بدنا نشوف السكورز تبعتكم كلها ونرتبكم على هذا الاساس. تمام، يعطيكم العافيه.